السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بعد الطبع، وهي حلقة استثنائية وخاصة نقف من خلالها على آخر التطورات السياسية في السودان، وأيضا تغطية لمواكب 30 ديسمبر، والتي خرجت طبعا منددة باتفاق البرهان وحمدوك، وأيضا رافضة لإجراءات 25 أكتوبر. دعوني بداية مشاهدين أرحب بضيفي الذي سيصحبني ويرافقني في قراءات لأبرز يعني الخطوط والتي سنقف عندها في هذه الحلقة، وتحليلا لما يجري أيضا في الساحة السياسية السودانية، الأستاذ عبد العظيم صالح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العظيم. أهلا وسهلا يا أخ صلاح، ومرحب بمشاهدي قناة النيل الأزرق. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. طيب مشاهدينا، قبل قليل وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت الثورة انطلقت مظاهرات ومواكب 30 ديسمبر الرافضة لإجراءات 25 أكتوبر، ويعني طبعا هذه التظاهرات يعني كما أعلنت عنها اللجان المقاومة ستذهب صوب القصر الجمهوري، وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت قفل الكباري النيلية بالخرطوم عدا جسري سوبا والحلفاية، وذلك في إطار خطة تأمين الولاية وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم. أستاذ عبد العظيم، يعني هذه التظاهرات طبعا مواصلة للمواكب التي خرجت منذ بداية يعني الإجراءات التي حدثت في 25 أكتوبر واستمرت في نوفمبر واستمرت أيضا في ديسمبر، يعني هي طبعا بدعوة وتنظيم من لجان المقاومة وبدعم أيضا من بعض الأحزاب السياسية الرافضة لاتفاق البرهان وحمدوك. في مستهل هذه الحلقة ومن خلال متابعتك، يعني كيف تسير الأوضاع إلى هذه اللحظة؟ هي هذه المواكب وهذا الشارع يعني مستمر، ليس بعد 25 أكتوبر، نعم. لكن لو تلاحظ منذ 2019، نعم. ظلت يعني هذه المواكب مستمرة، وظل الشارع في حالة ثبات دائم في ظل اضطراب الأطراف الأخرى، نعم. سواء كانت يعني شركاء مدنيين أو عسكريين أو أحزاب، نعم. الشارع مستمر، والشارع لا زال يعني يرفع شعارات محددة، واضح إنه لا زالت يعني الواقع شيء، وما تطرحه يعني هو الشارع يعني والتي تقودها يعني لجان المقاومة وبعض المكونات الأخرى، يعني لا زال البون شاسع، وهذه هي الأزمة، يعني هي أزمة الثورة وهذه هي أزمة البلد. يعني أنا الأوان إنه يعني الاستماع لهذا الشارع بدلا من هذه الإجراءات وبدلا من هذه المناورات. واضح نحن الآن يعني في طريق مسدود تماما، والبلد في على حافة الانهيار، والعاقل من يتعظ بغيره. نحن كلنا رأينا يعني مآلات الثورات العربية الأخرى، ما حدث في الثورة اليمنية وما حدث في الثورة السورية. نحن بنقول يعني الذي حدث في الثورة اليمنية والثورة السودانية والواقع يختلف تماما عن السودان. هناك الأحوال كانت أقل يعني من الذي نشهده في السودان. نحن نشهد الآن يعني أصلا يعني هذه الثورة ورثت وضع بالغ التعقيد، يتمثل في شبح حروب أهلية لا زالت يعني موجودة بصورة أو بأخرى، سواء كان في دارفور، سواء كان في نيل أزرق، سواء كان في جنوب كردفان. الآن عندك يعني السودان يتشكل في الخارج معسكرات لاجئين، طيب. معسكرات نازحين، في أزمة معيشية، في تباين عرقي، طيب. في تباين قبلي. كل هذه هي التناقضات ألغت بظلالها هذه الثورة وسط تدخلات أجنبية خارجية وسط صراعات متعددة. يعني هذا يجعل إنه الأوضاع أكثر خطورة مما حدث في سوريا وما حدث في اليمن، إذا لم ينظر الناس إلى مطالب هذا الشارع وما يطلبه من وضع مدني مستقر ومن حل قضايا محددة في
أهمية الالتفات للمسألة الاقتصادية، العدالة بالمناسبة دي أهم حاجة، العدالة إذا تحققت. طيب مع كل يعني ما تتحدث عنه أستاذ عبد العظيم من يعني إشارات لما يجري الآن في السودان، هل يمكن أن يكون هذا الحراك الآن الذي يتواجد في الشارع ويستمر كما ذكرت منذ 19 من ديسمبر في العام 2018، هل يعني يمكن أن يشكل الآن كرت ضغط على مجلس السيادة، على رئيس مجلس السيادة، على حمدوك بالإسراع في تشكيل الحكومة والاستجابة أيضا لمطالب الشارع السوداني؟ هي الأزمة لا ليست يعني أزمة أشخاص أو أزمة مجلس السيادة أو أزمة مجلس الوزراء نفسه، القضية الآن هي قضية تشرذم بعمل الساحة السياسية وانغسام حاد. ناهيك نحن لو سيبنا مثلا الصراع أصلا يعني بين المكون العسكري وبين المكون المدني، الآن حتى القوى السياسية نفسها الآن يعني في حالة تشرذم وفي حالة انغسام، فالتحدي كبير والوعي مطلوب والإحساس بخطورة ما يحدث الآن في الساعة هو المسألة الملحة المحاصصة يعني، والنظر للمصالح الحزبية أو المصالح الشخصية الضيقة هي مشكلة كبيرة جدا. نحن الآن يعني نحن نقول لك على حافة الانهيار، والآن يعني بدأت يعني تتولد كثير من المظاهر فعلا بتأكد أن خطورة الأوضاع، يعني الاتهامات المتبادلة بين هنا وهناك وصوت كثير من الضحايا وشهداء والتعب ذاته بتتعب السلطة الحاكمة الآن في تأمين الشوارع وفي التتريس، يعني التتريس الآن بقى من الطرفين، من السلطة ومن الشارع، الشارع بيترس والسلطة بيترس، يعني الآن الحركة في يعني الخرطوم شبه يعني الآن أو متوقفة تماما، متوقفة كبر واحد شغال يعني. طيب يعني هذه الأيام أيضا أستاذ عبد العظيم يعني تمر علينا ذكرى أعياد الاستقلال المجيد من 19 من ديسمبر، ومع هذه المظاهرات أيضا والمواكب، يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن النخب السياسية في السودان التي تعاقبت أيضا على حكم السودان منذ الاستقلال فشلت في صياغة مشروع وطني يوحد يعني السودانيين جميعا نحو مستقبل واحد، ولا أي مدى يمكن أن نقول بأن الوقت مناسب الآن لإنجاز هذا المشروع؟ هذا سؤال جيد يا أخ صلاح، ويمكن يعني يتركنا يعني حي ذكرى استغلال السودان، وهي ذكرى يعني حبيبة على النفس، وفي ذات الوقت هي تبعث على الأسى والحزن. للأسف الشديد كما قلت يا أخ صلاح إنه النخب يعني فشلت في تحقيق الاستغلال بمعناه الحقيقي. أنا دائما يعني بقول إنه يعني الشارع الآن موجود، وأجيالنا والأجيال التي قبلنا وأجيالكم أنتم يا أخ صلاح، كل هذه الأجيال هي كانت ضحية يعني أخطاء للأسف الشديد ارتكبت عشية الاستغلال. نحن مشكلتنا في السودان دائما نحن لا نستطيع أن نقرأ التاريخ بصورة جيدة. أنا أفتكر جيل الاستغلال ارتكب أخطاء كبيرة جدا لا زال نحن الآن ندفع ثمنها، وكان في مقدورهم في ذلك الوقت يعني معالجة واحدة من الحاجات اللي نحن درسناها، يعني عدم التقدير الصحيح والحقيقي لمطالب جنوب السودان في ذلك الوقت. في الوقت اللي كان يعني الجنوبيين بيتكلموا عن الفيدرالية في الأربعينات من القرن الماضي، كان في الخرطوم بتقوم مظاهرات No Federation for One Nation، يعني كان في قصر النظر من الساسة آنذاك، لم ينظروا لقضية مطالب الجنوبيين بصورة حقيقية. هذا يمكن دفع البلد ثمن غالي لا زال نحن ندفعه نحن هنا، سواء كان الآن في دولة جنوب السودان وبالذات النظر الآن هي موجودة برضو للقضايا المطلبية. يعني كأنك تريد أن تقول أستاذ عبد العظيم بأنه الموضوع الآن يحتاج إلى إعلاء يعني قيمة الوطنية أكثر، إلى النظر إلى مستقبل هذا البلد دون النظر إلى يعني كل المكاسب الحزبية والشخصية. كل الناس الموجودين دول وطنيين يا أخ صلاح، وكل زول بيحب السودان، لكن مشكلة في حب أعمى وفي حب أناني، كل زول بنظر له من خلال يعني منظوره. نحن بنقول نحن إلى الآن لم ننظر
لهذه البلد بواقعية، وقضيتها هي قضية إنه كيف نحصل للحد الأدنى من الاتفاق، وكيف نعترف بالأخطاء التي ظلنا نرتكبها. أنا وريتك يعني مزالة واحدة بس، حتى مزالة الهوية نفسها إحنا ما قدرنا نحسمها يعني. إحنا أصبحنا في جدل يعني، جيل الاستغلال بسرعة مش ينضم لجماعة الدول العربية. أنا أفتكر يعني كان الخطوة كانت مسرعة قبل ما تحسم أنت قضية الهوية. طيب. دي كلها قضايا يعني لازم النظر إليها يعني برؤية وبشجاعة وبوعي، وهذا ما موجود. يعني الآن بنكرر في نفس الأخطاء. يعني أنا بقول لك إنه يعني الآن القوى السياسية منقسمة. منقسمة وزي ما أقول يعني زي يعني ديك المسلمين. طيب هل تتوقع اليوم الجديد أستاذ عبد العظيم يعني من خلال مواكب 30 يونيو، هل تتوقع أن يعني يكون هناك جديد، أم أنه هذه التظاهرات ستنتهي كما انتهت التظاهرات التي قبلها، ويستمر يعني هذا الجمود في الأزمة السياسية السودانية؟ هي أنا أعتقد أنه يعني قصتين مثلا المظاهرات يعني هي تنتهي، هي لن تنتهي. نحن نتكلم دائما، لا أنا أقصد تنتهي مظاهرات اليوم، هي كل يوم بتنتهي، لكن هي في نفس الوقت بتفرض واقعها بتحقق حاجاتها يعني. هي وسيلة ضغط، هي عنوان لفشل الدولة السودانية، هي رسالة إعلامية خطيرة جدا، هي إحساس بعدم صيغة، هي إحساس بوجود أزمة حكم. يعني كل يوم انت يعني كل اسبوع الثاني بتطلع انت وما في يعني اذان صاغي للمطالب المرفوعه. وصلنا يعني كل نظريات العلوم السياسيه بتاكد على دور قوه الشارع يعني اصلا. بعد ذلك بيبقى قوه الشارع ده كيف يتحول لعمل منتج، ده بعد ذلك بيجي التوازنات في قوه كثيره موجوده في على ارض الواقع. في قوه الجيش، في قوه النخب، في قوة الأحزاب السياسية، في القوة المدنية، في قوة الريف. الآن يعني هي بدأت تشكل برضو، هي برضو أيضا هي بتمثل يعني نوع من الضغوط. يعني حسم قضية الشارع بتوقف إلى حد كبير على مدى جدية هذه القوة الموجودة في الواقع، وعلى توازناتها وتحالفاتها للمضي قدما لتحقيق الحد الأدنى من مطلوبات الشارع السوداني. اللي هو اتفقنا أو اختلفنا، هو في النهاية هو مؤشر كبير جدا لما يريده الشعب السوداني من عيشة كريمة، من استقرار، من دولة مدنية، من سيادة حكم القانون. لا يريدون هذا الشيء، هؤلاء الشباب أكثر من ذلك. الشباب دول يعني هم ضحية يعني. لا ناس هم ضحية. الشارع الآن أستاذ عبد العظيم يرفع يعني شعارات لا تفاوض، لا شراكة. هل سيصل، هل تتوقع أن يصل هذا الشارع إلى غاياته في القريب العاجل؟ يا صلاح هذا الشارع هو الذي أنتج هذه الثورة، وهو سبب في جلوس كل هؤلاء الذين يوجدون على الساحة، سواء كانوا في الحكومة أو سواء كانوا في المعارضة. هم كلهم يعني نتاج يعني هذه الثورة وهذا الشارع. الشارع كان بكل بقوة عنفوانه أيام النظام السابق. والشارع رجع بالمناسبة. رجع، الناس رجعت والتفتوا لقضية التنمية. لكن هل تحققت يعني المطالب؟ هل الوثيقة الدستورية يعني جاءت برغم يعني عيوبها؟ هل تم تنفيذها؟ هل تم تكوين المجلس التشريعي؟ هل قامت المفوضيات؟ هل تمت يعني حلحلة قضية الشهداء؟ هل تم محاكم الفساد؟ كلها يعني واضح انه كان هو يعني حتى الصراع الذي نشأ والذي ادى الى 25 اكتوبر يعني صراع هو بين قوى الحرية والتغيير وبين المكون العسكري. وصل لسه لم يكن صراع حول تحديد المبادئ التي من اجلها الشباب، لكن هو كان صراع حول المناصب. يعني كلنا نعرف هذه الحقيقة. أنا بقول لك إلى الآن يعني المحاصصات هي الآن مستمرة. طيب. إلى الآن المصالح جاءت اتفاقية جوبا، يعني يمكن زادت الطين بلة وزادت النار اشتعالا. اتفاقية جوبا لم تحقق شيئا، سوى أنها أجعلت السودان، سوى أنها كرست مرة أخرى لمسألة المناصب والمصالح الشخصية. طيب. عادت الحركات. طيب. اكتفوا. طيب. اكتفوا بالمناصب وجلوس في الخرطوم وتركوا الأوضاع في دارفور كما هو. طيب. كنا رأينا ما يحدث في الفجر أمس يعني. نعم صحيح. طيب الجميع الآن منشغلون أيضا أستاذ عبد العظيم ب يعني والأيام الماضية باستقالة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وإلى الآن طبعا يعني الحديث كثر حول هذه الاستقالة منذ أن لوح بها في الفترة في قبل أسبوع أو أكثر، وقال بأنه سيقدمها بعد أسبوع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. بحسب متابعتكم الآن،
هناك طبعا الكثير من الأقاويل الآن، هناك من يتحدث عن أنه يعني قوى الحرية والتغيير جلست مع السيد عبد الله حمدوك، حزب الأمة قدم مبادرات، القوى السياسية الأخرى، ما هو الجديد إلى الآن؟ هي الساحة مليئة بالمبادرات. نعم. لكن قبل ما أتحدث عن المبادرات يا أخ صلاح، نتكلم شوية عن موقف الأخ الدكتور حمدوك. نعم. رئيس الوزراء، أنا أعتقد عودته يعني أربكت الساحة، وفي نفس الوقت يعني جعلت الساحة تتحرك، دي واحدة. نعم. الحاجة الثانية التلويح بالاستغالة نفسه أيضا أربكت الساحة، وفي نفس الوقت جعل كل القوى السياسية تستشعر الخطر. نعم. يعني في النهاية رغم اختلاف الناس و اتفاقهم حول مواقف الدكتور عبد الله حمدوك. نعم. وهو بالتأكيد أيضا هو يتحمل يعني جزء من الإخفاق. طبعا كان هناك تصريح لقوى الحرية والتغيير قالوا فيه على حمدوك الخروج إلى الشارع ومكاشفته حول هذه الاستقالة والأسباب التي دعته إلى تقديم هذه الاستقالة. هي قوى الحرية والتغيير يعني هي الآن يعني بعيدة جدا من عبد الله حمدوك، والشارع نفسه الآن بحمله يعني كثير من التبعات. نعم. لكن في نفس الوقت نحن نستطيع أن نقول إنه رجوعه يعني نفس الاختقان الموجود في الساحة السياسية. وفتح آفاق جديدة لحوار جاد بين مختلف القوى السياسية. وبالدليل حديثك يا أخ صلاح إنه الآن في مبادرات، ولكن عودته أستاذ عبد العظيم يعني لم تجعل الشارع هدأ، بل بالعكس هناك من انقسم الآن، وهناك من هو منقسم الآن حول حمدوك نفسه. هو عاد بشروط. نعم. واحدة من شروطه هو يعني وحدة القوى السياسية، وزي ما قلنا في هذا المنبر الهام يعني قصة الحاضنة السياسية، أنا خليه يا أخ صلاح دي واحدة من تعقيدات المشهد السوداني، وأنا دائما بقول دي من الأساطير. نعم. الأساطير يعني التي يعني أضحت جديدة على الساحة، يعني ما في حاجة اسمها حاضنة سياسية، هي ذات المزأ يعني يمكن ذات عبد الله حمدوك وذاته نفسه، يعني الناس لما رجع يعني كان يعني في نيتهم انه فعلا يعني هو يتمسك بمساق الثوره باهدافه والعارفه ويكون حكومه بتاعت التكنوقراط. ولكن الحاضنه السياسيه التي تتحدث عنها استاذ عبد العظيم هي التي اتت بها السيد عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء. يعني احنا اختلفنا، ما اختلفنا، هي التي اتت به. نعم. رئيس الوزراء، لكن في نفس الوقت يجب ان نقول انه الحاضنه دي هي مجموعه احزاب، الأحزاب دي حاجاتها محددة، يجب أن تذهب لقواعدها، ويجب أن تحضر نفسها للانتخابات وتشوف أين برامجها، لكن ما هو تكون هي أنت في نفس الوقت تكون أنت الخصم وتكون أنت الحكم. يعني هو الرجل يعني أول شيء هو شك في البداية أنه ما عنده برنامج كويس، واشتغل في برنامج، نحن نستطيع أن نقول البرنامج ده يعني اللي كان لحد ما ناجح رغم مشاكل عديدة جدا ورغم فشل يعني. نعم. نحن نراه. طيب. لكن هي نفسها يعني فاقده الاتفاق، هي نفسها ما متفقه يعني. طيب بالامس استاذ عبد العظيم وفي لقاء تلفزيوني كشف رئيس حزب الامه القومي اللواء مهندس معاش فضل الله برما ناصر عن شروط وضعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، على راسها ارجاع الحاضنه السياسيه وهي الحريه والتغيير. انا اعتقد انه يعني ما حدث في 25 اكتوبر يعني بعده جرى ما كثير تحت الجسر. الرجوع ل 25 اكتوبر ليس بالضروره يكون بذات المسؤولين في السودان يا اخ صلاح، بنمسك بحاجات يعني هلاميه وحاجات شكليه. نحن تكلمنا عن انه توسيع الحاضنه السياسيه، اذا اعترفنا انه الباب ده مهمه، واحده من المشكلات والاحتقان الذي حدث انت عزلت واحتكرت الثوره دي قلت حقتك وبعدت الاخرين، نحن عايزين نعي الدرس. يلا المفروض انه تتوسع الكتله السياسيه، وبغض النظر عن مثلا مسميات المجلس المركزي المساق الوطني، سيبك خليك من المهنة. انا اطلعت على جزء من مبادرة حزب الأمة. نعم. وانا اعتقد يعني هي مبادرة معقولة وسط المبادرات. وهذا الوفد نفسه طبعا كان قد التقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مقدما ايضا مبادرة لحل هذه الأزمة. انا اعتقد هي يعني مبادرة يعني معقولة
وجات في وقت يعني هو عصيب والزمن، لكن ما بزعيف. نعم. يعني أجمل ما فيها إنه تجلس كل القوى السياسية حول مائدة مستديرة. نعم. فالمهم يعني إنه يعني دي بتفكر إنه هي حزب الأمة يعني أحدث حراك حقيقي يعني في الساحة، وحزب الأمة يملك يعني أدوات القبول في هذا الوقت. نعم. صحيح قد يكون الشارع بعيد شوية أكثر أحمد. يعني عندهم رأي في حزب الأمة ومزرعة الهبوط الناعم وكذا، لكن احنا خلينا نتحدث عن احنا نفتش عن وحدة القوى السياسية بالذات القوى السياسية. ماذا تقصد بهذا الهبوط الناعم الذي تتحدث عنه؟ هي أصلاً هي يعني دي الأحزاب التي هي شكلت أو اجتمعت مع المكون المعسكري في أشياء الثورة، هي دي أصلاً أحزاب نداء السودان، وكان بتختلف عن قوى الاجماع الوطني. ده كان عندهم راي، حتى كان يعني كان عندهم رغبه يشاركوا في انتخابات النظام السابق. نعم. فناس اصطلحت على هذا المسمى، يعني هم اقرب كان لاطروحات الانغاز في ذلك الوقت، وهم نعم. اقرب للمكون العسكري، وشفنا يعني هم وقعوا معاه الوثيقه الدستوريه. فالان حزب الامه يعني هم الذين شكلوا ايضا المجلس المركزي بكل تناقضاته، ولبعت قوة حيه، قوة ثوريه، قوة حيه زي الحزب الشيعي السوداني وواحد من فصائل حزب البحث وتجمع المهنيين، اللي ماذا اتحدوا؟ يعني اتحدوا لهذه الاسباب، يعني لهذه القضايا. فانا الان بقول انه نحن الان نبحث عن الحد الادنى، يعني هو القطار خلاص. يعني قرب يقول نقول فاتكم القطار للجميع. فاتكم القطار. نحن بنقول انه الان يعني مبادره حزب الامه بتاتي في الوقت الحرج هي يعني مؤهله، باعتبار انه حزب الامه يجد قبول يعني عند كل الاطراف. نعم. طيب يعني بحسب هذه الأوضاع الماسلة وما تتحدث عنه من حلول، في تقديرك أستاذ عبد العظيم، إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه المبادرات المطروحة في كسر جمود هذه الأزمة؟ هل نحن أمام حلول يمكن أن نراها أو تخرج إلى الضوء في غضون 24 ساعة أو 48 ساعة؟ هي يجب أن تنجح. نعم. يعني يجب أن تنجح، لا يوجد يعني مخرج غير نجاح هذه المبادرات. أنا زي ما قلت لك، هي الآن القوة السياسية يجب يعني أن تستشعر الخطر، ويجب أن يكون مثلا هناك يعني تنازلات، يعني تنازلات مطلوبة في كل يعني في كل الأطراف. المجلس السيادة محتاج أن يتنازل، القوة السياسية سواء كان في القوة الحرية التغيير، المجلس المركزي محتاجة أنها تتنازل. نعم. الحركات الكفاح المسلح كويس. نعم. يعني هي محتاجه تتنازل. اذا كان نحن نسمع يعني ونرى الهمسات من وراء الكواليس، انه واحده من الشروط الطارحه انه عبد الله حمدوك. نعم. انه يعني يكون حكومه كفاءات بعيده عن اي يعني دلالات حزبيه او دلالات ذات صله بحركات الكفاح المسلح. يعني ايه اللي نمنع مثلا يعني حركات الكفاح المسلح هي تكون موجوده يعني هي مال الحاضنه السياسيه. نعم. وموجوده في كشركاء في العمليه السياسيه. لماذا مثلا الاستراد انه لازم يكونوا موجودين في المناصب؟ انت ما خلاص انت رشح كفاءات تمثل يعني دارفور، ليس بالضرورة انك انت تكون موجود على في قلب المشهد، اللي انت بس تتمسك انت بس بكرسي. نعم. دي التنازلات انا بقول لك هي التنازلات المطلوبة. نعم. ولازم انه تتحقق. هو الحرية والتغيير المجلس المركزي يعني الان انت محتاج انك تحترف بالاخطاء. طيب. واحدة من الاخطاء اللي انت ارتكبتها. طيب. انه ادعاء ملكية الثورة وابعاد الاخرين. نعم. لابد من اشراك قوة سياسية فاعلة. انا اتخيل انا يعني أنا أستغرب كيف مثلا حزب زي حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل كيف يكون يعني هو خارج المشهد، وكيف نفهم يعني مثل هذه الأشياء؟ نعم. حزب يمتلك كل هذه الجماهير. عموما أستاذ عبد العظيم، بما أنه يعني الاقتصاد يعني جزء لا يتجزأ من السياسة ويتأثر طبعا بما يجري الآن من أوضاع سياسية في السودان، دعنا نتحدث عن يعني الوضع السياسي قليلا في السودان ودرجة انعكاس مثل هذه الأوضاع السياسية على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا من تحديات جسام. نحن لما تحدثنا في بداية هذه الحلقة قلنا هي يعني منذ الاستقلال نحن في حالة عدم استقرار حكم،
وهذا ينعكس يعني على الاقتصاد. نعم. إذا كان يعني الأمم المتحدة اختارت السودان كواحدة من 3 دول في العالم كسلة غذاء العالم. نعم. لماذا نجحت أستراليا ونجحت كندا وفشل السودان؟ لأن السودان أبنائه لا يعرفون أهمية هذا الكنز. نعم. يعني يمكن أنا قبل قليل وأنا جاي على الاستوديو وفي هذه الزحمة في مواطن أخ مفضل بحيه من هذا المكان. نعم. يقول لي يا أخي أنت، أنا عايز توجه رسالة للسياسيين، يا جماعة الزراعة اللي اتزرعت في الولاية الشمالية وفي نهر النيل في أواخر نظام الإنغاز والآن تكفي السودان وتصدر. نعم. قال لي آخر رسالة للرسالة للسياسيين، إحنا ما عايزين أي حاجة، عايزين بس حول المزارع ده يزرع. طبعا في أنباء الأمس أيضا أستاذ عبد العظيم، يعني زيادة صادرات الثروة الحيوانية بنسبة 30% في العام 2021، ده بيخلينا نتحدث عن أنه البلاد تذخر بمقومات طبيعية وثروات هائلة ومتنوعة، ولكن على أرض الواقع المحصلة بعيدة جدا من هذه الأرقام. ولاحظ هذا القطاع، هو القطاع قطاع الثروة الحيوانية يا صلاح. نعم. لاحظ القطاع الشائي للسودان. نعم. كويس، ويمكن الدولة نفسها ما اهتمت به الاهتمام الكافي. نعم. يعني هو الآن قطاع الثروة الحيوانية بيديره المنتج، بيديره المواطن. صحيح الدولة موصلة في الثروة الحيوانية، بتوفر الفاكسينات، بتوفر الرعاية الطبية وكذا، وبتنظم عملية الصادر، وبتوفر الأمن وكذا. نعم. لكن أنا بقول يعني هل مثلا نحن مثلا يعني قطاع زي قطاع الثروة الحيوانية مثلا نحن استثمرناه وطورناه، يعني استحدثنا نظام المزارع المختلطة. نعم. المزارع الخلوية إلى الآن المسيرية بيقطعوا آلاف الكيلومترات كل عام عشان يسهبوا إلى جنوب السودان وما يحدث من مشاكل المقطاعات. هل ساهمنا في استقرار هذا القطاع المهم؟ يعني دي النظرة، يعني نظرة اقتصادية لابد أن تكون، يعني بتنبع من وين؟ بتنبع من السياسيين، بتنبع من الاستقرار. نعم. السودان يعني يمكن في بداية يعني حمدوك كان جاي يعني يمكن متحمس وكذا، وقال احنا نقسم السودان لقطاعات، قطاع الصمغ، قطاع القمح، قطاع البلح، قطاع الذرة. نعم. السودان يا اخواننا هو قضيته ليست قضية سياسية ولا قضية اجتماعية، السودان قضيته هي قضية اقتصادية. وكيف نحن نقول يعني احنا القضايا السياسية، ولكن بدون الاستقرار السياسي بدون طبعا لن يكون هناك استقرار، لن يكون هناك اقتصادي استقرار. طيب الحديث عن الاقتصاد استاذ عبد العظيم يقودنا ايضا الى الحديث عن ميزانية العام الجديد 2022، ونحن على بعد يوم او يومين من بداية العام الجديد. طبعا هي يعني نقول ان الميزانية الجديدة انا ما اعرف ذاته كيف توضح، وهي لم تجاز طبعا حتى الان من البجيزة، يعني الميزانية من البجيزة، يعني أنا أعتقد إنه حتكون يعني إذا الأوضاع استمرت بكذا حتكون ميزانية مرقعة يعني. ويمكن الميزانية السابقة يعني هي وضعت قبل قرارات 25 أكتوبر كانت تستهدف نسبة نمو يمكن 3%، وكانت فيها كثير من البشريات، لكن أنا أعتقد الآن يعني في ظل الحصار الاقتصادي الذي وقع على السودان بعد 25 أكتوبر. نعم. وفي ظل يعني توقف المعونات توقف الدعم المالي، نعم، والدعم الاقتصادي. نعم. والإحفاء من الديون، فيعني هي ميزانية يعني حتكون يعني ميزانية في وضع يعني لا تحسد عليه. نعم. لأنه أنت يعني إذا كان نحن يكون كان ميزان المدفوعات تحرك قليلا عالية الاختلال، وكان ارتفعت الصادرات بذاته، وكان بنك السودان تحدث عن إنه وجود فائض من النقد الأجنبي ومن الذهب، لكن هذا كله يعني مهدد يعني يعني بالتلاشي إذا استمر الوضع كما هو واستمر هذا الأفق المسدود. فلا بد أن يعني الرجوع يعني إلى الحل السلمي ووصول كل الأطراف إلى قيام عن حكومة
مستقرة. هل أنت متفائل مع بداية العام الجديد أستاذ عبد العظيم، يعني مع هذا يعني هذه الأزمة وهذا الانسداد في الأفق وفي ظل معاناة البلاد من مشكلات كبيرة اقتصادية، هشاشة أمنية، يعني وضع اقتصادي صعب، عدد من الأزمات؟ نحن يا أخ صلاح في أساتذتنا في مدرجات الإعلام في الجامعة علمونا أن يكون الصحفي متفائل ويبعث الأمل في نفوس الناس لقيادة رأي عام. يعني أنا أعتقد أنا متفائل حقيقة، يعني من السودان ده، يعني الآن نحن الأزمة تم تشخيصها. أنا قبل شوية قلت لك تكلم معايا مواطن، يعني شوف يعني الآن الأزمة السياسية زمان كانت المعلومة كانت حكر زمان على الساسة وعلى النخب. الآن قضية السياسة بكل تشخيصاتها موجودة عند الناس، والشارع الآن زي يمكن يكفي إنه الشارع يعني يملك كل الوعي، وأنا متفائل بهذه الثورة إن هي ثورة وعي وثورة تراكمية، وستصل إلى مآلاتها إن شاء الله، وسننعم جميعا بالسودان آمن ومستقر. طيب لابد أن نتحدث أيضا عن الوضع الصحي في البلاد في ظل الحديث عالميا حول جائحة كورونا التي عادت من جديد مع المتحور أوميكرون. عدد من الدول الآن أعلنت عن إجراءات جديدة في التباعد الاجتماعي، هناك إلزام بارتداء الكمامة من جديد، هناك دول منعت السفر أيضا إليها من عدة دول. يعني في ظل الحديث عن هذا الوضع، يعني كيف هو الوضع الصحي الآن في السودان مع هذه الموجة؟ نحن نقول يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نحن قاعدين يعني حافظنا ربنا، نحن جزء من العالم. نعم. الحياة كويسة من العالم، ما قاعد جنب جينا دائما الحياة زي كورونا وكذا. نعم. ماخذين نصيبنا منها، لكن هو الآن يعني لكن الحمد لله الكورونا ما جاتنا بالأرقام موجودة في ربنا حافظنا العالم. بس لكن يعني احنا بالمقاييس العادية والمقاييس المادية نحن المفروض نتضرر، لأن احنا قاعدين نقول هذا المرض هو مرض يعني مرض وعي. يعني إذا كان مواطن يعني هو يتمسك بشروط الوقاية الأساسية، العزل الاجتماعي وغسل الأيادي، ونحرص على ارتداء الكمامات سانيتاز، يعني هذا الماكرون الذي الآن بات يهدد كل دول العالم في تحور جديد. يعني نعم. طيب يعني نحن سنواصل هذا الحديث معك أستاذ عبد العظيم، يعني وفي هذه التغطية الخاصة طبعا المشاهدين في يوم 30 من ديسمبر، هذه المواكب والتظاهرات التي ستتوجه بحسب لجان المقاومة والمنظمين لهذه المواكب إلى القصر الجمهوري، مع هذه الإجراءات طبعا الأمنية المشددة وقفل لمعظم الكباري في ولاية الخرطوم. أستاذ عبد العظيم طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في هذه الحلقة من بعض الطبع، وسنلتقي معك إن شاء الله في حلقات مقبلة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا يا أخي صلاح، شكرا على هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا، سنستمر معكم طبعا في هذه التغطية الخاصة لمتابعة ما يجري من الأوضاع السياسية في السودان، وأيضا متابعة لمواكب 30 من ديسمبر. هذه الصور التي سنشاهدها من خلال هذه المواكب، ونعود نتواصل معكم من جديد.